أهلا وسهلا فيكم في فقرتنا اليوم. اليوم راح أتكلم عن تمرين بسيط حلو ينفع الكل وحق كل الجسم، هو تمرين سكوات. إذا قدرنا نضبطه ونسويه صح راح نحصل على نتائج وايد حلوة ولياقة تتطور. حركة السكوات تعتمد على 3 أشياء: حركة الجسم أو شكل الجسم من فوق، لازم يكون straight، مفتوح الكتف، okay. حركة الهب اللي هو الحوض، لازم يكون نازل لورا أكثر. الركب ما تي لجدام، تنزل الظل جدام، ما تتحرك لورا ولا تتحرك لجدام، ثابتة. فالحركة أصلا تطلع من الركب لفوق، هذا المكان بس اللي يتحرك. حركة الريل أيضا مهمة، وهذا الارتكاز الثالث. لازم نكون على كاحل الريل، ثباتنا كله وجسمنا كله وثقلنا كله يكون على كاحل الريل. الحركة بكل بساطة هي بالضبط لما نكون قاعدين على الكرسي ونقوم نوقف ونرد نقعد مرة ثانية. الحركة بسيطة، لكن أي حركة يكون خطأ بالجسم ممكن يأثر علينا سلبي ويصير عندنا إصابة. إذا كنتوا في البيت تقدرون تجيبون أي كرسي ارتفاع الركب، تقعدون عليه وتكونون على طرف الكرسي، ريلكم لجدام مفتوحة، نفتحها على حسب الهيب ويث اللي هي بس محيط الحوض، ما تكون وايد مفتوحة. الريل تكون مرتكزة على الكاحل، ايدي تكون قدام. اذا عندي اي شيء ثقيل بالبيت مثل بطل ماي او اي شيء، اذا عندنا اثقال نقدر نشيلها، حلوة في ان تعطينا ثبات اكثر حق الجسم من فوق. فالبوستشر مالنا، شكل الجسم من فوق راح يكون ثابت وكبير واقف عدل. قومة وقعدة هذه إذا تتكرر باليوم، خلينا نقول على حسب لياقة كل شخص، خلينا نقول من 5 مرات إلى 10 مرات إلى 20 مرة حلوة لمدة أسبوع كامل، تطور من لياقة الجسم. يعني اللي بدأ بأول الأسبوع 5 مرات على نهاية الأسبوع أو 10 أيام يقدر يسويها 6 مرات و7 مرات، وهكذا يصير التطوير. حركة سكوات وايد حلوة لأن تريح عضلة اللور باك اللي هي أسفل الظهر، حق الناس اللي يكونون دائما شغلهم يكون على المكتب ودائما كتفهم نازل لجدام، دائما حاطين إيدهم لجدام وقاعدين، دائما قاعدتهم على المكتب. حركة سكوات بين كل نص ساعة تقريبا حلوة في إن الواحد يقوم ويقعد، يسوي ريتشارج حق الجسم، ينشط الجسم مرة ثانية، يعدل البوستشر ماله أو بنيته أو هيئته، وينزل ويصعد. خلينا نقول كل نص ساعة، خلينا ناخذها مثلا 5 مرات، ما راح تاخذ وايد من وقت الدوام أو وقت العمل أو الشغل اللي احنا عليه. أيضا حركة سكوات حلوة حق كبار السن اللي ما كانوا يتحركون وايد، حلو إنه نقعدهم وأحد مثلا يمسك إيدهم يقومون ويقعدون. ترى بالنسبة لهم الجسم يضخ دم وايد بكامل الجسم. الحركة حلوة، يبدونها من غير ويت، ممكن إنه بس يمسكون الإيد يقومونهم ويقعدون. طبعا حركة السكوات ممكن نطورها أكثر في إنه تصير مع شولدر بريس أو مع الإيد تصعد لي قدام مع الويت. أتمنى تسوون الحركة صح علشان تتفادون أي إصابات بالمستقبل، لأن الحركة إذا ما صارت على أساس صحيح تأثر علينا سلبي وتخلينا نوقف الرياضة. أتمنى أن الموضوع اليوم عجبكم، ونشوفكم إن شاء الله مرة ثانية.